مباشرة تنفذ داخل المنطقة. أحمد ياسر بالرأس، فرصة خطيرة والهدف الثالث. جول أيضا الوافد الثالث، الوافد الثالث ياسر رواجدة يضع بصمة لفريق الحسين. ياسر رواجدة وخيبة أمل واضحة عند وسيم البزور، المدافع قلب الدفاع ياسر رواجدة يسجل الهدف الثالث لمصعد فريق الحسين في الدقيقة الخمسين. الدقيقة الخمسين يسجل ياسر الرواجدة هدف رائع أيضا بكرة رأسية. مباراة الأهداف الرأسية لفريق الحسين. نشاهد بالبداية موجهة الكرة أعتقد من أحمد ياسر والمتابعة من ياسر رواجدة. بالبداية ركلة حرة من لؤي إلى أحمد ياسر، وأحمد ياسر بالرأس إلى ياسر الرواجدة والهدف الثالث. الهدف الثالث كما ذكرت التعزيزات اللي